السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معكم حفيظ السعودي من قناة بابا عمي والمنزل الذكي. والآن سوف نقول للبرنامج إذا اتصل بي شخص ما افتح الخرائط وابحث عن موقعه على هذا الشكل. والآن سوف نقوم بإجراء مكالمة هاتفية. هذا جهاز والآن هذا هو لدينا هاتف، وضعت فيه رقم بابا عمي وسوف أقوم بالاتصال إلى هاتفي، وسوف نرى ماذا يفعل، ماذا يمكن للبرنامج أن يفعل. لقد سبق وقلت له إذا اتصل بي شخص افتح الخرائط وأظهر موقعه. سوف أقوم بالاتصال بهذا الشكل. وسوف أغلق المكالمة وسوف نرى ما الذي سوف يفعله البرنامج. سوف يقوم بفتح الخرائط ويظهر لي موقعه على هذا الشكل. هنا يتواجد بوابة، فقد أظهر لي موقعه. أو إذا كنت من الناس الذين ينسون هاتفهم وتبقى في كل مرة تبحث عن الهاتف، أين يوجد الهاتف، أين يوجد الهاتف، مثلا ها هو الهاتف مثلا، أوكي جوجل، هي جوجل كول ماي فون. عندما تفتح الهاتف يقوم تلقائيا بالإيقاف. بهذا سوف نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.